في موضوع تاني مهم جدا من ضمن الاوبجكتس الاساسيه والمؤثره جدا جوه الداتابيز، يمكن من اخطر الاوبجكتس الموجوده جوه الداتابيز، حاجه اسمها تريجر. هي عمر مالك ايه؟ طيب حاجه اسمها تريجر. ايه التريجر؟ عباره عن اكواد زي ستور بروسيجر، زي فانكشن، زي اي حاجه، بس الفرق ان التريجر بيقوم اوتوماتيك طبقا لايفنت معين. الايفنت ده في الحالات كلها بيبقى متعلق بالانسيرت او بالابديت او ديليت. خطورته كلها في ان انا في ساعات معينه لما حد يجي يضيف حاجه معينه لازم في عمليه ما تتم، او لما حد يجي يعدل حاجه معينه لازم عمليه ما تتم، او حد لما يجي يحذف حاجه معينه لازم عمليه ما تتم. يعني مثلا على سبيل المثال، انا عندي مشكله ان لما يجي حد يعدل سعر الوحده من اي مكان لازم اتاكد مين اللي غير سعر الوحده وكان كام وبقى كام مثلا، او من اليوزر اللي عمل كده، او خد لي باك اب لما يجي يعمل ديليت. لو يجي اي سجل تعمله ديليت معلش هتقول لي اول حط له على جدول لوحده على جنب عشان لو اي ظروف او حاجه اعرف ارجع، او فدي عمليه بتتم تلقائيا. يبقى التريجر هو عباره عن عمليه بتتم ايه بشكل تلقائي بناء على عمليه اضافه بتتم، او عمليه حذف، او عمليه تعديل. قد تكون قبل عمليه الاضافه او التعديل او الحذف، او بعد عمليه الاضافه او التعديل او الحذف، او بدل من عمليه الاضافه او التعديل او الحذف. ثلاث حاجات عندك. ممكن قبل ما العمليه تتم التريجر يشتغل، او بعد ما العمليه تتم وتخلص اعمل لي بقى التريجر ده على جنب، او بدلا من. حاجه اسمها انستيد اوف. انستيد اوف معناها ان بدل ما تعمل له عمليه الديليت اللي هو واحد كتب امر الديليت من ابلكيشن بقى من اي حته، بدل ما تعمل ديليت تعمل لي كذا كذا كذا، ماكش دعوه خلاص مش مهم، بس انت في الاخر المهم تقول له ايه ان الروز ديليتد، يعني ريحه. بس انت ممكن تكون بتعمل ديليت، ما انت ممكن تكون بدل ما تعمل ديليت هنا هتعمل ديليت برضه ليه، ما هو اكيد عايز يعمل ديليت، هو اكيد بتعمل ديليت بس بشكل مختلف تماما عن الديليت العاديه. انت عايز تعمل ديليت من هنا من حاجات معينه وتشيك ان في حاجات هنا مش عارف ايه، وتقول له لا في الاخر لا ما ينفعش اعمل ديليت مثلا، ممكن تشيك على حاجات معينه وتقول له ما ينفعش، او تقول له ما انت مالكش الصلاحيه انك تحذف، او تقول له الى اخره. انت عايز تعمل عمليه معينه خلاص. فعلى سبيل المثال لو احنا هنكرييت تيبل كده خلاص سميناه برودكتس باك اب خلاص، او برودكت تشينجز تغييرات المنتجات. مش هطول عشان المهم عندي الفكره، مش المهم عندي ان احنا نقعد نعمل مثال متكامل هيطول مننا، احنا عايزين بس الفكره. فعلا ده عمل كذا، فهحط بس فيه البرودكت اي دي خلاص، واقول ده انت. ممكن اقول ده برايمري كي، لا مش برايمري كي، ما ينفعش اقول برايمري كي لان ممكن يتكرر عادي جدا خلاص. واحط هنا اليونت برايس، واليونت برايس كانت ماني، حطها ماني. وممكن اقول ديت تايم، الوقت اللي حصل فيه الايه العمليه خلاص. وممكن اقول اليوزر، بس كلمه يوزر هتلاقيها محجوزه، يوزر اكزيك يعني اليوزر اللي عمل اكزكيوتنج اللي نفذ العمليه. وده ممكن نقول ان فار تشار على مثلا على 50. شويه حقول كده في جدول على جنب سميته برودكت تشينجز، مش لازم بقى، ما اصل البرودكت ذات نفسه ممكن يتكرر مليون تعديل، واليوزر بيعمل مليون تعديل، وده بيعمل فاهم. ما عنديش برامج كده، هو يقبل ان هو يبني تيبل. ليه ما يقبلش؟ ليه ايه لو انت عايز تعمل واحد وتعمله ايدنتيتي بقى عشان يعمل تكرار؟ ماشي، لا مش انا مش عايز امنع تكرار. انا طبيعتي اساسا انا كل اللي هبقى اعمله في الاخر ان انا بشوف بالتايم اخر تعديلات تمت. لوج بس ترجع لي، انا كنت فاكرها ان هو قاعده لازم تحط. لا انا فيك انا وفيك انت فكرك انت وفكرك، ده باك اب كده للبرودكتس لاي تغييرات بتتم، بس ليا انا. فانت ممكن تعمل اي حاجه بمزاجك خلاص. فانا هكرييت
تريجر خلاص وسميه برايس تشينجز خلاص كده كلام جميل اون على وبحدد اسم التيبل اللي هو هيشتغل عليه معنى كده التريجر بيتشعلق او فيو بيتعلق بتيبل او ايه او فيو فقلت له اون جدول اسمه برودكت خلاص اون برودكت ماشي يبقى عرفت هو هيشتغل على البرودكت فور علشان عمليه بقى ممكن احدد عمليه الانسيرت او عمليه الابديت او عمليه الايه الديليت او اتنين منهم او مع بعض يعني او كولكشن توليفه ما بينهم مع بعض فانا ممكن اقول له فور انسيرت لما يجي يضيف سبب بالنسبه لي الاضافه ما لهاش اي قيمه خالص ممكن اقول له فور ديليت عشان ديليت دي بالنسبه لي مهمه كوما وممكن كمان لمين الابديت وبرده ممكن لمين للابديت ممكن اقول له الابديت حق لليونت برايس يبقى مش اي ابديت لا لما يكون الابديت على اليونت برايس بس لكن اي تعديل في اي حته ثانيه مش قضيتي مش مهمتي انا عايز الايه على اليونت برايس بس مش اكتر من كده خلاص كده طبعا ممكن اقول برودكتس والعب بره ماشي ماشي حلو قوي سيبك من الابديت دلوقتي ماشي خلينا اخليها زي ما هي ما نشوف لها حلها خلاص از وهي عباره عن ال بيجن واقفه في الاخر بايه بانت وابدا اعمل العمليات اللي انا شايف ان هي مفروض تتعمل كل العمليات المفروض تتعمل بالنسبه لي انا عايز اعمل جمله انسيرت صح انتوا الجدول اللي احنا سميناه ما راحش راح الاسم راح وخد وياه الجراح كان اسمه ايه بقى برودكت تشينجز ماشي values طول واحدة واحدة انا عايز اجيب من جملة الديليت او من جملة الابديت خلي الابديت دلوقتي مفتوح ماشي عشان عايز انقي مش عايز على الحقل انا عايز انقي شوية حاجات تانية انا عايز انقي البرودكت اي دي انا مش فاكر احنا اخترنا فيه ايه تعال نبص بس عشان نختار اخترنا فيه فين هو او البرودكت تشينجز اهي برودكت اي دي واليونت برايس ودول ماشي انا يهمني الوقت اجيب البرودكت اي دي واليونت برايس صح الموضوع انا عايز ايه انا عايز اوصل لهم فممكن اقول له سيلكت اعرف الاول اثنين متغيرين ديكلير خلاص واحد يشيل البرودكت برو اي دي خلاص البرودكت اي دي وده كان انت وديكلير خلاص الايه البرايس وده كان ماني صح مع الناس ولا ايه عرفت تو فاريبلز واقول له سيلكت البرو اي دي بتساوي المفروض اكتبها لكم بالشكل العادي عشان انتوا ما تعودتوش على الشكل الجديد انا هقول له سلكت لي البرودكت اي دي خلاص كوما والايه واليونت مش عارف اسمها يونت برايس ولا اسمها ايه برودكتس دوت يونت اسمه يونت برايس طب تمام بس انا عايز اخد بقى البرودكت طبعا ده كلهم فروم مين ما لا ما اقدرش اقول برودكت فروم برودكت هيجيب لي كل الايديهات وكل الايه
وكل اليونت برايسز والكلام ده كله ما يهمنيش كام ده. اقول له فروم ديليتد، فروم ديليتد من اللي اتحذف، او فروم ابديتد. يعني من اللي ايه؟ من اللي اتعدل، او فروم انسيرتد من اللي لسه متضاف. خدنا بالنا من الفرق؟ خلاص. يبقى انا عايز اجيبها مثلا من الديليتد، ماشي، وخلي الابديت نخليها لوحديها. خلينا دلوقتي نجرب بس الديليت عشان انا عارف ان اللي لسه هيكتر معانا البروسيجر التريجر. خلينا في الديليتد بس. يبقى عملنا تريجر اسمه برايس تشينجز، هنخليه برايت ديليتد ديليتس. خلاص ديليتد واون برودكتس فور ديليت، عشان عملت الديليت وبيجن، وعملت برودكت اي دي والبرايس، وسلكت لي البرودكت اي دي بس حطه جوه المتغير اللي اسمه برو اي دي، خليه بيساوي الايه؟ خليه بيساوي البرودكت اي دي اللي جه من هنا كوما، واليونت برايس عايزك تخليه الفاريبل اللي كان اسمه برايس بيساوي اللي جاي لي من اليونت برايس. تعود بقى على التي اس كيو ال كده، بسلم على طول وانا بسلكت. فروم ديليتد من اللي اتحذف. فكده انا بقيت معايا دلوقتي البرودكت اي دي ومعايا دلوقتي الايه؟ البرايس. اقدر اروح على البرودكت تشينجز اللي احنا عملناه الجدول بتاعنا، واقول له ايه؟ ضيف لي. انا عندي حاجات، اول حاجه البرودكت اي دي، قلت له اهو من البرو اي دي، من البرو اي دي كوما. بعد كده مين؟ اليونت برايس، قلت له هاتولي من الفاريبل اللي اسمه برايس كوما والديت تايم. فقلت له في فانكشن عندنا اسمها جيت، جيت ديت دي اوتوماتيك كده هتجيب لك الوقت الحالي لوحديها. دي كده فانكشن اوتوماتيك بيلت ان، بيلت ان فانكشن. خدنا خدنا اليوزر ديفايند فانكشن، لكن دي بيلت ان فانكشن، مش اليوزر هو اللي بيديفاين، لا هي موجوده اصلا خلاص بالجيت على طول. فاضل لي اخر واحد مين؟ اليوزر، اليوزر نيم، ودي برضو فانكشن برضو بتجت لي اوتوماتيك الايه؟ اليوزر نيم الحالي اللي لسه داخل دلوقتي على طول، او اللي داخل بيعمل عمليات. بقول له دي بي دي بي او دوت، ما حسش عشان لسه ما عملناش ريفريش قبل ما نعمل الكود. ماشي مش مشكله. ها اللي داخل بيه، مش انا بعمل لوجن؟ ايه يا شباب، انا بعمل كونكت. مش المفروض ان انا بيبقى عندي هنا يوزر اوثنتيكيشن، بخش مثلا باس ايه والباسورد بتاعي، صح؟ بعمل كونكت كده، عملت كونكت مين؟ باس ايه. طبعا تحت ده معمول بكونكت باس ايه، اللي فوق ده معمول باسم الجهاز اللي هو باليوزر نيم اللي داخل على الجهاز اللي هو عادي. خلاص في فرق ما بين الاثنين. المهم قلت له ماشي اكزكيوت الكلام ده، قال لي الكوماندز كومبليت سكسسفل، عملته لك وتمام التمام. قلت له ماشي، المفروض يشتغل امتى؟ هتعمل ديليت، لما تعمل ايه؟ ديليت من البرودكتس، هيشتغل لوحديه، هيشتغل لوحده اوتوماتيكي خلاص من غير ما تيجي جنبيه. فقلت له طب ماشي ورينا، دخلنا على البرودكتس سلكت لي كله كده. انا كان عندي شويه برودكتس كده احطهم بجرب فيهم، صح؟ زي عم تيست برو ده، وكان يوم البرايس بتاعته 100 يعني. فقلت له طب ماشي يلا مع السلامه، فسحوا لنا مش عايزين خلاص. فقلت له ديليت فروم برودكتس وير ان البرو برودكت اي دي تكون بتساوي 78 كده. يحذف الايه؟ خد بالك احنا رحنا على البرودكتس تشينجز دلوقتي، كليك كمان وتقول سيلكت فاضي مش اي حاجه خالص. قلت له ماشي يلا اكزكيوت الكلام ده، مش بس مش على ماستر، على مين؟ على نورث ويند. قلت له اكزكيوت الكلام ده، انا دوست مرتين. قال لي اه لا دوست مره، مره جاب لي وان روز افكت افكتد اللي هو شال، وان روز افكتد اللي هو ضاف. فتعال نبص بصايه على الجدول بتاعنا اهو،
اللي هو جدول اسمه برودكتس تشينجز اللي كان ايه كان من دقيقه كان فاضي. تعال نعمل اكزكيوت بس نخش الاول على نورث ويند. قال لي اهو بس حسبنا انا داخل بدي بي او. قلت له ماشي مش مشكله، لكن اللي يهمني دلوقتي التاريخ دخل بالظبط للبرايس القديمه والمنتج اللي كان موجود قبل ما يتحذف. داتابيز اوبجكتس ساعات بيسموه داتابيز اونر، بس داتابيز اونر اللي هو مالك الداتابيز ذات نفسه، لان احنا مش داخلين بيوزر معين. فلو احنا مثلا هقول لك على حاجه، لو احنا عملنا طبعا ده كلمه ايه يوزر نيم، نكمل بس كلمه ده، في عندنا يوزر سيستم نيم واليوزر اي دي رجال اي دي واليوزر نيم واليوزر سيستم اي دي. مش جرب يوزر بس، طبعا كريت تريجر ما بقتش نفع، لازم الترا ايه الترا تريجر المره دي هيرمي مين اليوزر. لكن انا مش عايز كده بس، انا كمان هعمل ديسكونكت على اليوزر اللي داخل من ايه من الويندوز. خلينا في مين اس اي، خلينا في مين في اس اي داخل على الداتابيز بتاعتنا في البرودكتس. هنضيف واحد اللي هو 88 صح، اقول له انسيرت انتو ماشي. هضيف واحد عشان امسح، انا مش عايز امسح من المنتجات الحقيقيه، عايز امسح من المنتجات اللي هي الاساسيه اللي موجوده عندنا. سيرت انتو برودكتس، عايز اضيف بس برودكت اي دي كوما والبرودكت نيم واليونت برايس صح كده values. هو اصلا ده كان اوتو نمبر بتاع البرودكت اي دي صح؟ ايوه كان اوتو نمبر، يعني مش محتاجين نضيفه خالص. هو البرودكت نيم برودكت واحد واليون برايس هنقول 100 خلاص. اكزكيوتلي قال لي مفيش حاجه اسمها كده، قلت له هو نورث ويند اكزكيوت، قال لي في كده رود اوف، قلت له حط لي وحدك 2 3 عشان بس عايزين نجرب بس شويه ما تقعدش ايه تاذينا. والثاني والثالث وكمان الرابع، الله اعلم هنعمل كم تجربه فاكر عشان واحد ايدي وجعته. خلاص ضفنا بتاع 4 كده اللي عشان لما نجرب بس. ماشي تعال بقى لمين؟ لديليت. احنا عارفين كويس جدا لسه الجدول بتاعنا هو البرودكت تشينجز، لو فتحناه مفيش غير ايه كان 78 بس، احنا ما طبعا ما سجلناش اسم المنتج خد بالك، لان 78 دلوقتي المفروض تضاف تاني ولا ما تضافش تاني؟ لا هتلاقيه كمل، هيكمل اه. لو جينا دلوقتي عملنا جملة ديليت، راحت فين جملة الديليت؟ جملة الديليت فين؟ والله ما انا عارف جملة الديليت، لا جملة الديليت ايوه هي دي خلاص. قلت له اكزكيوتلي، قال لي 1 رو افكتد بس ما زيرو ديليتد، زيرو افكتد برضه، يعني المفروض ما كانش في اصلا منتج رقم 78 خلاص. تعال نشوف الداتابيس حصل فيها ايه. يعني احنا لو رحنا طبعا على الجدول بتاعنا الاساسي امز اف اللي احنا مش عايزينه ده، او خلي دي احنا محتاجينها. طب والخمسه دي ايه؟ انسرتات، مش عايزين انسرتات. واربعه دي ايه؟ اربعه هي دي، امسح واحده منهم. ودي اتنين ايه؟ اه ده التريجر ذات نفسه. ماشي. ودي دي دي فانكشنز بقى كنا مش عايزينها دلوقتي خلاص. خلينا كده دلوقتي، احنا دلوقتي عايزين نشوف الجدول بتاعنا بقى فيه ايه. اكزكيوت بقى فيه جدول تاني فيه برودكت اي دي نل نل. ليه؟ لان في اصلا برودكت رقم 78 بس في عمليه ديليت اشتغلت، لكن انا مش شفت نمبر ايه
لا هو صح شغال اوتو نمبر. هو ما جه دلت لما جه يعمل ديليت خلاص انت عامل تريجر على الديليت، فالتريجر قام قال لك هترمي الرقم كام، دور على رقم 78 قال لك نل مفيش. طيب سعره كام؟ قال لك نل برضو مفيش. خلاص قال لك ماشي، والساعه كام دلوقتي؟ كام الساعه؟ كذا. طب واليوزر مين هو؟ كذا. خدنا بالنا من الفكره؟ احنا عملنا سيرت 4. سيرت ايه؟ ايوه بس مش رقم 78 اللي احنا سحناه، بقى من 79 اللي بعديه. انا معانا 78، مفيش 78 اصلا، مفيش 78 اساسا. خلاص ويوزر جاب زي يوزر نيم، يوزر نيم زي يوزر، ما جابش فرق. واخدين بالنا؟ عامل بس كده الالتر ونجرب تاني. تو ماشيه ب 79 وتو اكزكيوت، قال لي الاثنين اتاثروا. وطب ارجع كده وجيب لي البيانات اللي في الداتابيز نشوفها. جابها 79 بس برضو جاب ايه؟ جاب دي بي او، ما فرقش. يبقى يوزر اندرسكور اي دي. خلاص وتعالى نعمل ايه؟ اكزكيوت على الالتر وتعالى نحذف 80، رقم 80 نار اكزكيوت. تعالى نعمل سيلكت، جاب لي واحد، اداله اي دي، اي دي بس لليوزر مش اسمه بالكامل. خلاص فكل يوزر عندي بيبقى ليه اي دي، فهو جاب الاي دي بتاع كل ايه، هيجيب لي اي دي بتاع كل يوزر. في سيستم اي دي اخر واحده هنجربها. خلاص نلوكسكيوت اي دي، بالسيستم اي دي، بس هيديك سيستم اي دي 80. مش مهم ديليت، هيطلعوك نل مش مشكله، هتيجي تشوف اليوزر بس طلعوا لي دي. نجرب اخر واحده كرنت يوزر، يعني اليوزر داخل دلوقتي، يعني كرنت يوزر ونرجع اكزكيوت. هل في كود زياده ولا ايه؟ ماشي قال لي كده تمام. تروح احسب بقى رقم 81 في 81، قال لي كده حذفته. طب ارجع بقى ايه ورينا اكزكيوت جاب لي دي بي او يا راجل. ماشي نجرب الفانكشن دي، اس يو يوزر اس نيم، اللي هو زي ما تقول سيستم نيم، يعني الاسم الداخلي لليوزر. ماشي اما نشوف. خلاص ديليت قال لي دلتنا. ماشي مش مهم بقى، اكزكيوت لي اخيرا جاب اسم اليوزر داخل. خلاص تمام بكده نكون قدرنا ايه نشوف التريجر وفكرته عامله ازاي، وازاي التريجر بيركب على تيبل وبيحصل وان هو بيتنفذ اوتوماتيك. طبعا انت دخلت على جدول برودكتس هتلاقي اوتوماتيك ان في حاجه اسمها ايه، في كولومز وكيز وكونسترينتس عارفينهم دول صح، في تريجرز عرفناها اهو، في اندكس هنتكلم عليها، ستاتستكس دي طبعا دي علامات احصائيه بتطلع، لكن الاندكس هنتكلم عليها. لكن تريجر هتلاقي البرايس ديليت ده اهو، تريجر متربط اهو صح ومتواجد. هو ده الكود الجنريت بقى، بس هو زود له شويه حاجات كده من عنده بقى، والساعه كام ومش عارف ايه والكلام من ده يعني. ماشي هو اللي كاتبها هو لوحده، وست انسي ونل ومش عارف ايه ونيوز نورث ويند وجو، ده كله يعني ايه الدباجه كده بيحطها لك، ان هي كده انت الجمله بتاعتك. ماشي على العموم كلوز الكلام ده لوحده.